ما قلت لها كان لازم نتوقع ان رد فعلها هيكون كده. هي ماما بتعمل معايا كده ليه؟ شش وطي صوتك، لو سمعتك هتبقى مشكله كبيره. دي بتعاملني كاني جاي اخد منها حاجه مش بتاعتي، كاني حراميه جاي اسرق منها حاجه. هو المال ده مش مالي، مش حقي، مش ورثي في المرحوم بابا الله يرحمه. ايوه، وما تنسيش ان والدك الله يرحمه قبل ما يموت كتب الثروه كلها باسمها لانكم كنتوا لسه صغيرين. يا ريته ما عملها، يا ريته ما عملها. خلاص يا جيجي مفيش فايده، انسي اللي حصل. ولو انا نسيت تفتكر ماما هتنسى؟ قصدك ايه؟ قصدي ان انت ما تعرفش ماما زي ما انا عارفه، وعشان كده انا مش هسكت. مش هتسكتي؟ وانت ايه في ايدك تعمليه؟ هعمل اللي ما كنتش احب اعمله، وماما هي اللي اجبرتني عليه. فريدة انت قاعدة لوحدك ليه؟ مش جاي لي. تفكري في ايه؟ فريدة انا كنت عايز اتكلم معاكي. يمكن انا اتحمست شوية زيادة في الجلسة بتاعت علوان، بس انا كنت متصور انك انت هتقدري ده، هتقدري محاولتي اظهار الحقيقة. انت عارفه ان انا بعمل كده في كل القضايا بتاعتي، وعارفه كويس كمان ان انا ما بكملش في شغلي. انا ما طلبتش منك مكالمه. انا متاكد 1000000%، لو كنت في مكاني ما كنتيش هتتنازل عن اظهار الحقيقه، والدليل موجود في اوراق القضيه. دليل ايه؟ دليل عدم تنازلك عن اظهار الحقيقه، بالرغم انهم قعدوا يراقبوا علوان شهور طويله لغايه لما مسكوه متلبس بالرشوه. كويس انك عارف انهم مسكوه متلبس. عايز اقول لك ان في بعض حالات التلبس المتهم بيطلع براءه، بس اللي عايز افهمه لك ان زي ما انت بتشتغلي باخلاص انا كمان في شغلي باخلص فيه جدا، بالرغم ان كل واحد فينا بيعمله بطريقته. يا ترى صدقك ولا كدبك يا كمال؟ يا ترى دي الحقيقه ولا كلام متزوق بتحاول ترجع بيه الميه المجاريه منا؟ مش عارفه ليه حاسه انك وانت بتقولي الكلام ده زي ما تكون بتترافع عن المتهم. انت اول واحد شاكك في براءته، والمتهم ده هو انت. بتبصي لي قوي كده ليه يا فريده؟ انا كمان عايزه اقول لك حاجه يا كمال. انا من يوم ما توليت الوزاره ومن بعدها، من يوم ما بقيت جوزي وانت الراجل الوحيد اللي حبيته، الراجل اللي اخترتك من وسط رجالة الدنيا كلها، ومستحيل أي منصب يخليني أكبر عليه ولا عمره يقل في نظري مهما أنا كبر. أيوة يا جابر، أنا مش عايزة حد من الموظفين يجي لي مكتبي عشان التعازي ولا التهاني، أنا أعصابي تعبانة ومش مستحملة حاجة. مع السلامة. صباح الخير يا فندم. الرائد عمر ظابط احراسه جديد اللي معاك، اتفضل. كل الوزراء ومعالي رئيس الوزارة ورئيس وموظفين مصلحة الجمارك ناشرين تهنئة بمناسبة سلامة معاليكي، وموظفين وزارة المالية واخدين صفحة كاملة، ده غير رجال الأعمال وأصحاب الشركات. اشكرهم يا جابر، ما كانش في داعي لكل ده. ألو؟ أيوة يا معالي الوزير، أنا بخير الحمد لله، متشكرة قوي. حياتك الباقية، ألف شكر، مع السلامة. وفريد الشربات لي ناشر صفحة كاملة،
نصها عزا ونصها تهنئة. مين فريد الشرباطلي ده؟ ده راجل أعمال وصاحب شركات كبيرة يا معالي الوزيرة. أنا عايزاك تبعت لي جوابات شكر لكل اللي نشروا إعلانات تعزية أو تهاني. أمري معاليك. أنا مضطر أمشي دلوقتي عشان عندي ميعاد مع رئيس الوزراء. أنا هروح معادي وأرجع على طول على الوزارة. معالي الوزيرة أنا حاسس إنك مرهقة. يا ريت تاخدي يومين ثلاثة إجازة تهدي فيهم أعصابك. أنا بشكر معاليك على اهتمامك ومشاعرك الطيبة. لا شكر على واجب. مجلس الوزراء أسرة واحدة وأنا بهتم بكل فرد فيها. ربنا ما يحرمناش منك. أنا عاوزك توقفي الحملات اللي بتقوم بيها الوزارة ضد أصحاب الأنشطة الصغيرة اللي مالهمش مقر ثابت للعمل، وتوقفي فتح الملفات الضريبية ليهم. لكن يا دكتور، أنا عارف مبرراتك ومقتنع بيها تماما، لكن أنا شايف إن الظروف الحالية ما تسمحش بحاجة زي دي، خصوصا أن الصحافة واخدة موقف حاد تجاهك شخصيا من المسألة دي. وفي الاجتماع الجاي لمجلس الوزراء ممكن نقترح خطة مستقبلية لتحصيل موارد الدولة من أصحاب الأنشطة الصغيرة من غير ما نسير الرأي العام. اللي تشوفه معاليك مدام ده في الصالح العام، ولو أن حضرتك عارف مشكلة العجز في الحصيلة اللي بنعاني منها خصوصا في ظل بطء نظام الخصخصة وبيع شركات القطاع العام. وده اللي خلاني أطلب مقابلتك النهاردة. يا ترى إحنا نقدر نعالج العجز ده ولو بشكل مؤقت إزاي؟ أنا هحاول أحضر لسيادتك عدة مقترحات وهقدمها لسيادتك. يلا بقى وريني همتك وبأسرع ما يمكن. إن شاء الله. على فكرة يا فريدة هاني، في استجواب متقدم ضدك في المجلس. استجواب؟ أيوة، استجواب مليان اتهامات، وأنا عاوزك بقى تجهزي نفسك للرد عليه. مين من النواب اللي مقدم الاستجواب ده؟ نائب اسمه أكرم شاهين. أنا هطلع على الاستجواب اللي في المجلس عشان نجهز الرد عليه. بعد إذن معاليك يا فندم. اتفضل. ألو. أيوة معالي الوزير، أنا بخير والحمد لله. أنا بشكر اهتمامك بيا وأنا في البلد. مفيش أخبار عن المجرم الهربان اللي اسمه زهران؟ ها نجات، أنت لسه شايلة هم جهازك؟ ما فتحتيش الوزيرة في موضوع الإعلانات بتاعت وزارة المالية؟ لا. أنت إيه حكايتك يا بنتي؟ أنت ما تعرفيش إن عمولتك في الإعلانات دي ممكن توصل لـ20%؟ يعني كام إعلان كده في شهرين ثلاثة يبقى معاكي مبلغ قد كده يجهزوكي ويجوزوكي وتبقي مستريح. أنا أصلي يا فتحي طول عمري ما بحبش الصحفي اللي يشتغل مندوب إعلانات ويحاول يستغل مصادره في مصلحة شخصية زي دي. يا بنتي فوقي من رومانسيتك دي، إحنا في زمن لو ما خطفتيش فيه فرصتك هيجي غيرك ويخطفها منك ويجري. إيه أنا جاي؟ مالك؟ إيه؟ مالي؟ يعني أنت مسايباني شغلي وخارجين مع بعض عشان تقعدي كده سرحانه في دنيا تانية؟ خلاص، ما دام الخروج معايا مش عاجبك يبقى نمشي احسن. طب بس بس بس، ايه ايه مالك متزلزله في ايه؟ اللي انا اعرفه بقى ان البنات لما جوازهم بيقرب بيبقوا رومانسيين كده وحنينين، ها؟ وبيقعدوا يحلموا بليله العمر، ما بيبقوش مبوزين مكشرين زي كده. انا اسفه ياسر، ما كانش قصدي اضايقك. يا ستي ولا يهمك. قولي لي بقى، هننزل امتى سوا نشتري العفش؟ قريب قريب قوي ان شاء الله. بس هروح لمدام فريدة مرة تانية وبعد كده ننزل نشتري كل عفش اللي نفسك فيه. طب وإيه علاقة مدام فريدة بشراء العفش؟ ما تشغلش بالك أنت بالموضوع ده ياسر، اشرب العصير يلا عشان نقوم. حمد لله على سلامة معالي الوزير. الله يسلمك، الحمد لله عدت على خير. قولي لي، في موكلين كتير برا؟ مش كتير، 5 أو 6. بس أنا مش حاضر أقابلهم كلهم، أنا لازم أمشي بدري. خير، في حاجة؟ مسألة شخصية. أنا أسفة جدا، عن إذن حضرتك. مساء الخير يا فريدة. مساء النور يا كمال. هلا أنت إيه اللي مرجعك من المكتب بدري؟ أنا راجع بدري مخصوص علشانك. علشاني؟ ايه رايك نخرج نتعشى بره؟ ما افتكرش هقدر، انا عندي حاجات كتير لازم اراجعها واخد قرارات فيها. هو انت مش عايزه تريحي نفسك من الشغل ابدا؟ ما انت عارف بقى مسؤوليه الوزاره.
بس انا شايف ان احنا لازم نعمل تغيير في حياتنا. ما احنا حاولنا قبل كده وظروف شغلك ما سمحتش. لا انا قصدي التغيير من نوع تاني. يعني ايه؟ نغير بيتنا ده. بيتنا؟ ايوه، نشتري فيلا جديده بجنينه كبيره تليق بمقام معالي الوزيره والاستاذ المحامي الكبير، ونبعد عن الجيران والدوشه، ونشتري العفش بنفسنا، ونجيب اكبر مهندسين ديكور يعملوا لنا الديكورات. وايه كمان؟ ونغير طقم الشغالين لجوه. انا عايز اغير كل حاجه حواليا. كل حاجه يعني حواليا انا وانتي. انا بقى بحب بيتي ده والعفش اللي فيه واللي بيشتغلوا فيه وذكريات 30 سنة عشتها فيه. ما عنديش استعداد لا غير بيتي ولا حياتي. أنا متشكرة على إعلان التهاني والعزة اللي حضرتك نشره في الجرايد. ما كانش له لزوم يا فريد بيه. إزاي بس يا معالي الوزيرة، ده أقل واجب. بس الحقيقة كان ليها مشكلة مع مصلحة الجمارك، وكنت اديت الأستاذ جابر خبر بيها. هو قال لي عليه؟ الحمد لله. أنا قلت برضو محدش هيخلص المشكلة دي غير معليكي. متأسفة، ما أقدرش أعمل لك حاجة. يعني إيه؟ يعني الفواتير اللي قدمتها لمصلحة الجمارك بخصوص الشحنة اللي استوردتها طلعت مش مظبوطة قد قيمة البضاعة اللي جبتها 5 مرات. الكلام ده مش مظبوط. الفواتير دي معتمدة من الوكيل اللي أنا استوردت منه البضاعة. إحنا عرفنا من بلد المنشأ وهم اللي جابوا لنا الأسعار الحقيقية. ده كلام فارغ. أرجوك تحاسب على كلامك. أنتوا خليتوا فيها حساب. عموما أنا غلطان اللي نشرت لك إعلانات في الجرايد وجاملتك فيها بالشيء الفلاني. محدش طلب منك تنشر إعلانات. أنا مش هسكت وهقلب الدنيا ومش هطولوا مني مليم واحد. المقابلة انتهت. وكمان بتطرديني من مكتبك؟ ومش هتخش هنا تاني. طب يانا يانتي بقى. أيوة يا جابر. تحت أمرك يا معالي الوزيرة. حاضر، أنا جاي لحضرتك حالا. أمر عليكي، أنا هأمر حالا إن الجدع ده اللي اسمه فريد الشربطلي ما يدخلش مكتب حضرتك. بس اعملي معروف، هدي نفسك. تصور جاي يهددني هنا في مكتبي. أهو يا ستي الوزيرة، كان لازم تطلبي له الأمن. أنا مش عايزة مشاكل ولا وجع دماغ. أحسن برضه. الأنسة نجات موجودة بره عايزة تقابل حضرتك. قولي لها تدخل. تحت أمرك. بعد إذنك يا معالي الوزيرة. أنا عايزاك بعد ما نجات تمشي. حاضر. سهلا يا نساء نجات. ازاي حضرتك؟ اتفضلي. مساء الخير يا معالي الوزيرة. اهلا يا نجات، اتفضلي استريحي. تشربي ايه؟ لا ملوش لزوم، انا عارفة مشغوليات حضرتك ومش عاوزة اعطلك. هو حضرتك قريتي الحوار اللي عملته لسيادتك؟ طبعا، وانا متشكرة قوي. العفو على ايه؟ انا انتي ايه؟ قولي. كنت عاوزة اطلب من حضرتك خدمة صغيرة. لو اقدر اعملها لك انا مش هتاخر. انا مش قادره اصدق انها وافقت بالبساطه والسهوله دي. مش قلتلك دي ادتني حمله اعلانيه كبيره جدا بعمولتي فيها اقدر اشتري كل العفش اللي انا عاوزاه. وانت عارف فريده صدقي امرت بدفع جزء كبير قوي من قيمه الحمله الاعلانيه، وبكده هقدر اصرف عمولتي خلال كام يوم. من قدك يا ستي، اكيد كل المحررين اللي في الجورنال لما يعرفوا الموضوع ده هيحسدوكي. ومسابقه تعيين مامير الضرايب اتعملت النهارده في معده، النتيجة بعد 15 يوم، يوم 20 بإذن الله. عظيم. أخبار زيزي إيه؟ زيزي؟ عملت إيه في الامتحان؟ الحمد لله، الحقيقة مموتها روحها في المذاكرة، بتذاكر ليل نهار. ربنا معاها. معليكي تأمري بأي خدمة تانية؟ إيه ده؟ هو النهاردة 5 في الشهر؟ أيوة يا سيادة الوزيرة. يا خبر، ده أنا نسيت عيد ميلاد محمود. ده كان أول يوم في الشهر. محمود مين؟ ايوه مدام ألفت. ازيك؟ وازاي محمود؟ طب انا جايه لكم بعد ساعه عشان اطمن عليه. اي حاسب عليها دكتور عشان يتعور. ما تخافيش يا مدام ألفت، بس المفروض الجبس كان يتفك بعد 10 ايام. معلش، احنا هناخد بالنا من محمود ومش هنخليه يعمل حاجه كده ولا كده عشان ما يحصلوش اي حاجه. انا خلصت اهو، انا عايزكم تعملوا له كمادات ميه سخنه. ان شاء الله يا دكتور. اتفضل يا دكتور. عامل ايه يا حبيبي؟ لسه بتوجعني. معلش يا حبيبي،
الوجع هيروح بعد شوية. أنا حبيبي مش عايزاك تقول حاجة لمعالي الوزيرة لما توصل من اللي حصل ده. أكدب؟ لا يا حبيبي، بس يعني ما فيش داعي نقول لها إن إيدك اتكسرت وإن إحنا جبسناها، وأنا هجيب لك حاجة حلوة. أكدب تاني؟ طب يا ريما خدي محمود اغسلي له إيده من الجبس ده. أعمله كمادات زي ما الدكتور قال؟ لا بلاش أنت. سهام. أيوة يا فندم. خدي محمود اغسلي له إيده من الجبس وديه على مكتبي بسرعة. حاضر يا فندم. تعالي معايا أنت عشان نستقبل معالي الوزيرة زمانها على وصول. يلا. يلا يا دادا بسرعة هاتي المية. شكرا قوي. حقيقة احنا انزعجنا قوي من الاخبار اللي حصلت لحضرتك. الحمد لله ربنا يسلم. ربنا دايما يسلمك ويحرسك. شكرا قوي. اخبار محمود ايه؟ الحمد لله بخير. احنا حاطينه جوه عنينا. اتفضلي يا سيادة الوزير. اتفضلي. اتفضلي حضرتك. محمود يا حبيبي وحشتني. عن اذنك يا معالي الوزيرة. اتفضلي. وحشتيني يا محمود. ازيك يا حبيبي؟ انا عارفه انك زعلان مني عشان ما حضرتش عيد ميلادك، بس انا ما نسيتكش. كان عندي ظروف هي اللي منعتني اجي الاحتفال بعيد ميلادك. انت مش عارف اني كان في ناس وحشه كانوا عايزين ياذوني كده. برضو ما تسالش ولا تطمن عليا ولا تقول لي الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبي. قولي بقى عملت ايه في الامتحان؟ جاوبت كويس وهتطلع الاول؟ شفت انا جبت لك هديه في عيد ميلادك حلوه قوي عشان تسليك في الاجازه. يلا افتح عشان تشوفها. قرب يا حبيبي وافتح، محدش هيفتحها غيرك. ايه مالك؟ مالك يا حبيبي؟ اصل ايدي بتوجعني. بتوجعك ليه؟ اتخبطت فيها؟ لا هي ايه؟ اتكلم يا حبيبي ما تخافش. اصل قبل الفت نصاني ما قالكيش. ما تقوليش على ايه؟ اصل ايدي اتكسرت. ايه؟ اتكسرت؟ وهما جبسوها لي، وقبل الفت لما عرفت ان انت جايه تزوريني قالت لهم يفكوا لي الجبس قبل ميعاده وموصياني اللي انا ما اقولكيش. مدام الفت! يا مدام الفت! يا فندم يا معالي الوزير. تعالي ورايا. خير يا معالي الوزير؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ اصل الحقيقه. حقيقه ايه؟ انت ما تستحقيش تكوني في المكان ده. طب حضرتك ارجوكي اسمعيني يا معالي الوزير. المفروض انك بتعلمي الولاد يقولوا الصدق مش تعلميهم الكذب. انا ما كنتش عايزه اضايق حضرتك واقول لك على اللي حصل لمحمود. قولي انك ما كنتيش عايزاني اكشف اهمالك للاولاد. بقى محمود ده لو كان ابنك كنت هتعملي فيه كده؟ انت ايه؟ ما عندكيش قلب ولا حنيه؟ ارجوكي اهدي يا معالي الوزير وانا هشرح لك كل حاجه. انت اللي لازم تعرفي ان مهنتك دي محتاجه احساس بالامومه. انا بقى مش هسكت لك ولازم تاخدي عقابك. طب هدي هدي نفسك يا مدام. المديره دي مثال سيء للاولاد وغير كفءه وغير امينه على الاولاد. انا سايبه لك التصرف يا سياده الوزيره. متشكره جدا. مع الف سلامه. انت بتعملي في نفسك كده ليه؟ تصوري تصوري بتفك للولد الجبس قبل ما دراعه يخف وكمان بتقول له يكذب عليا. هدي نفسك يا مدام. ما هي الملاجئ دي ياما بيحصل فيها. الله يكون في عون الاطفال اللي هناك. لا في ملاجئ كويسه وبتراعي الاولاد كويس وبتعوضهم عن الحنان اللي فقدوه. ما حدش بيعوض حنان الام والاب ابدا. المديره دي زي ما شافت رضايا هتشوف غضبي عليها. يا جابر يا
يا ريتك يا حبيبي كنت موجود معانا النهارده، كنت هتنبسط بشكل. حته حفله عاملها المنتج بتاع عزيزي. يا سلام يا جابر، اضواء ايه، نجوم ايه، فنانين ايه، تلفزيون ايه، حاجه كده ولا في الخيال. بنتك اتصورت وهي لابسه الهدوم دي؟ مالها الهدوم دي يا بابي؟ دي هدوم التصوير والدور كان عاوز كده. كسفتيش وانت واقفه قصاد الناس عامله زي الاراجوز؟ اراجوز يا بابي؟ ده تمثيل وده لبس التمثيل، وكل البنات الروشه بتلبس كده اليومين دول. ماله لبسي فيه ايه؟ والدور اللي انا بمثله دور بنت روشه. روشه يا سلام يا جابر، ما عندكش فكره يا حبيبي انا فخوره بزيدي قد ايه. بنتي حبيبتي حبيبه ماما بقت نجمه كبيره. يا سلام. ولسه يا ماما ولسه. انت لسه شفتي حاجه مني؟ استني انت بس عليا شويه وانا هوريكي احلى حاجه. بقول ايه، انا تعبانه بقى وعايزه اطلع اريح. انا اذنكم اطلعي يا حبيبتي ارتاحي، انت تعبتي. اطلعي يا بابا. ما فكرتيش الجيران هيقولوا ايه عليكي وانت داخله وش الفجر ومعاكي بنتك لابسه الهدوم دي؟ يقولوا اللي يقولوه، هما يطولوا. انت لازم تفتخر ان بنتك بقت فنانه وبكره هتبقى نجمه كبيره، والف واحده هتحسدها على اللي هي فيه. طب وانا اقول ايه؟ تقول لي مين؟ اقول للناس. تقول للناس ولا تقول لفريده صدقي؟ فريده صدقي؟ مثل هتعرف ان بنتك ما دخلتش الامتحان من اصله، وان كنت بكذب عليها كل ما تسالني عن زيزي وعن امتحاناتها. وانت ايه اللي جبرك انك تكذب عليها؟ زيزي بنتنا واحنا ادرى الناس لمصلحتها. انا مش مصدق اللي انت بتقوليه ده يا نجات. لا صدق يا حضره الضابط. ليه؟ هو احنا شويه يعني والدتك كانت محوشه الفلوس دي؟ وما كانتش قايله لي. انا فوجئت بيها انها شايله لي في البنك حوالي 50,000 جنيه. والدتك دي ست عظيمه يا نجات، وقالت لي خدي الفلوس وانزلي انت وخطيبك اشتري كل العفش اللي نفسك فيه. يعني انت معاكي الفلوس دي كلها؟ لا طبعا، انا هاخدها على دفعات. دفعات؟ قصدي يعني اننا كل ما نشوف حاجه من العفش وتعجبنا ننزل نشتريها، وبعدين نبقى نشتري غيرها. يلا بقى خلص عشان نلحق ننزل ننقي العفش وما نتاخرش. فضلنا نلف طول النهار على العفش لحد ما لقينا اوضه سفره بجنه وسعرها حلو قوي، 12,000 جنيه بس. 12,000 جنيه؟ طبعا. هو انا شويه عشان اجيب اوضه سفره باقل من 12,000 جنيه؟ ولسه بقيت العفش يا ماما. استني ثانيه واحده. اتفضلي يا ماما. ايه دول؟ ال 5,000 جنيه اللي انا خدتهم من حضرتك خلاص ما بقتش محتاجاهم. خليهم، اكيد لما سوسن يجي لها عريس هتحتاج لهم. امال قلت السفره ب 12,000 جنيه وبقيت العفش جبتي فلوسهم منين؟ ها؟ هي سوسن ما قالتلكيش؟ قالت لي على ايه؟ انا داخله اوضتي عشان عندي مذاكره كتير قوي. مذاكره؟ الحقيقه يا ماما اصل انا جالي مبلغ كبير قوي، عموله اعلان عملته للوزاره اللي انا شغاله مندوبه الجرنان فيها. عموله اعلان؟ هو انت دلوقتي تشتغلي في الاعلانات وسبتي شغلك؟ لا خالص، لا انا ما سبتش الصحافه، دي شغلانه تانيه بشتغلها مع شغلي يعني. ما دام الاعلانات سهله كده وفلوسها كتير قوي، ما اشتغلتيش فيها من الاول ليه؟ الحقيقه انا اصلي كنت فاكره يعني ان ما يصحش ان صحفي نقابي يشتغل في الاعلانات. ودلوقتي بقى يصح عشان احتجتلها؟ لا مش بالظبط يا ماما. امال ايه الشيء المظبوط اللي كان لازم تعمليه وما عملتيهوش؟ يا ماما في صحفيين كتير قوي بيعملوا كده. لما غيرنا يعمل الغلط فدي مش حجه لينا عشان نعمل زيهم. ماما انا اصل حضرتك مش فاهمه الموضوع بالظبط. لا امك مش جاهله يا حضره الصحفيه، وفاهمه كويس قوي. وعلى راي المثل يا بخت من نفع واستنفع وطعم الفم تستحي العين. قولي لي بقى يا ست هاني، لو حضره الوزيره بتاعتك دي عملت حاجه غلط هتقدري تقفي قدامها وتكتبي في الجورنال وتقولي لها لا يا سياده الوزيره، ولا مش هتقدري عشان كسرت عينك بفلوس الاعلانات؟ انا ما فكرتش في الموضوع بالطريقه دي خالص. امال فكرتي بانهي طريقه؟ فكرتي بانهي طريقه؟ بنتي يوم ما خدت الشهاده عيطت من الفرح، بقيت حطير من الفرح، ودبحت وفرقت على اهل الله.
يوم ما انزل لك اول موضوع وعليه اسمك بقيت زي المجنونه، خدت الجورنال وجريت في الحاره، لفيت على كل بيت وكل دكان واقول لهم ده اسم بنتي، بنتي دنايا من لحمي ودمي، انا اللي ربيتها، انا اللي كبرتها، انا اللي علمتها، ودلوقتي ما بقتش بنتك. دلوقتي لو لقيت اسمك على اي موضوع هسأل نفسي الاول، يا ترى ايه المصلحه اللي ورا الموضوع ده اللي بنتي كاتباه وقبضت من ورا كام؟ الدرجه دي يا ماما؟ دي بقت نظرتك ليا؟ أنا آسفة أوي يا نجات، ما قدرتش أقول لماما ولا فتحها بحكاية عمولة الإعلانات دي. أنا مش عارفة ماما بتعاملني بالقسوة دي ليه. أنتي أدرى الناس بماما، الدنيا عندها يا أبيض يا أسود، مفيش منطقة وسط بينهم. دي آخر مرة، آخر مرة أعمل فيها الموضوع ده. ده أنا حتى لسه ما قلتش لياسر. اما كانت حته علقه خدها زمانه لسه راقد فيها احسن خليت رب. طب وين محدش يجيب لي سيرتها؟ خلاص انا ما بقاش عندي ثقه في اي واحد. انت اللي اسمك سامح؟ حضرتك عايز سامح في ايه؟ لما اسالك سؤال ما تردش عليا بسؤال. لا بقى، ده انت نزل وقليل الادب. اللي بيحصل ده رساله بعتها لك تامر بيه. برافو عليكم، هو ده الشغل ولا بلاش؟ لولا اوامر سعادتك كنا خلصنا عليه. ده كده كويس، المره الجايه يبقى هو اللي جاني على نفسه عشان يعرف بس مين تامر الحداد. خدوا الباكو ده وعيشوا حياتكم، تكونوا عندي اخر النهار. من يد من اعدمها تامر بيه. ايه الزيارة المفاجأة دي؟ وايه اللي انت عملته ده؟ طبعا انت اللي عملت في صاحبك كده. انا اول ما قريت الجورنال عرفت ليه انت جيت متعور الاسبوع اللي فات، وليه شغلت عندك بودي جاردز. ايوه يا ماما. انت هتشتغل لي بلطجي؟ لا يا ماما، بس الايد اللي تتمد على تامر الحداد تتقطع، ولا كنت عايزاني اسيب حقي؟ انت اتجننت؟ عايز تودي نفسك في داهية؟ اطمني يا ماما، سامح مش هينطق بكلمة، ولو اتهمني انا بره الموضوع، خناقة ما بين مجموعة شباب وانا ماليش دخل فيها. وانا اللي بقول عليك عقلت. ده عين العقل يا ماما، ومن هنا ورايح مش هتنازل عن حقي مهما كان التمن. انا شغلتك هنا مدير مصنع مش بلطجي. انا ما قصرتش في شغل المصنع يا ماما، واللي بره المصنع دي حياتي. انا مش بربيك واكبرك عشان تضيع مني في خناقه. طمني يا ماما، انا بعرف احمي نفسي كويس. تشربي ايه؟ ولا تحبي تاخدي جوله في المصنع عشان تعرفي ان الشغل ماشي زي الساعه واني مش مقصر في شغلي في حاجه. اخيرا خلصنا الامتحانات، وداعا ايتها المذاكره وايتها الجامعه، واهلا بالحياه العمليه. عملت ايه النهارده في الامتحان؟ الحمد لله انا حليت كويس، سبت 5 اسئله بس. النبي انت ليه؟ اسكت بقى عشان فكرتني بالسؤال الاخراني ما عرفتش احله ده. وانت يا حضره العبقري عملت ايه؟ يعني الحمد لله. احنا عارفين يعني بتاعتك دي امتياز طبعا. احنا لازم نحتفل ببدايه الاجازه ونهايه الامتحانات. اجلوا الاحتفالات لحد نتيجه ما تطلع احسن. عندك حق. طيب انا اذنكم بقى يا جماعه عشان انا عايزه مدحت في الموضوع. اتفضل. اوكي ماشي اتفضل. براحتك ماشي. ماشي يلا يا يلا يا جماعه ماشي.
مش قادره اصدق ان الدراسه خلصت واني مش عارفه اشوفك تاني. انت كلمتي ماما بخصوصنا؟ ايوه، عندي ليك اخبار حلوه بس مش هقدر اقولها لك لغايه ما النتيجه تطلع. شكرت، انا ما اقدرش اعيش من غيرك. ولا انا كمان يا حبيبي ما اقدرش اعيش من غيرك، واوعدك ان احنا مش هنبعد عن بعض تاني ابدا. اي نعم انا مش هعرف اشوفك لحد ما النتيجه تطلع، بس ده عشان وعدت ماما ومش عايزه اخلف بوعدي معاها. بس ده ما يمنعش ان احنا نكلم بعض كل يوم. لا كل يوم ايه، كل ساعه كمان. فكرتني صحيح، ادي يا سيدي كارت موبايل عشان تكلمني في اي وقت. انا قلت لك 100 مره ان انا مش عاوز كارت. انت لسه بتعمل فرق بيني وبينك يا مدحت؟ شروت، انت عارفه اني بشتغل في الاجازه عشان اقدر اجيب مصاريفي، وان شاء الله لما يتحقق حلمنا واتخرج واتعين معيد هتتحل كل مشاكلنا ان شاء الله يا حاج. ايه رايك بقى تعزمني على الغدا؟ انا مش عايزه اروح دلوقتي. هعزمك على الغدا؟ يا سلام، ما تقلقش قوي كده، ده انا نفسي في كشري. ما معكش تمنه ده كمان؟ لا طبعا معايا. طب يلا بينا. الو، ايوه يا ماما. الحمد لله حلت كويس دلوقتي. لكن يا ماما. حاضر يا ماما، مسافه سكه واكون عندك. معلش يا مدحت، انا لازم امشي دلوقتي عشان هي عايزاني ضروري. اخيرا خلصتي دراسه يا شيري، انا مش مصدقه. وان شاء الله اجيب مجموع عالي زي ما حضرتك عايزه. انا واثقه من كده. انا عايزاكي من دلوقتي تتفرغي لي تماما. اتفرغ لك؟ ايوه، من النهارده هتكوني معايا في المجموعه. عايزاكي تتعلمي الشغل شويه شويه عشان بعد كده تشاركيني في اداره المجموعه. لكن يا ماما. ما يكنش، تعالي لي بسرعه. ده أنا كنت مستنية اللحظة دي بفروغ الصبر. ولا أنت بقى مش عايزة تريحي ماما وتساعديها شوية في الشغل؟ تحت أمرك يا سعادة هيمة. خدي شروت للأستاذة عزت في الإدارة المالية وأنا مفهمها على كل حاجة. أمرك يا مريم. على إذنك يا ماما. اتفضلي يا حبيبتي. واستلمت الشغل الجديد؟ أيوة يا ستي، مع الأستاذة عزت. دي ماما مستعجلة قوي على شغل شيري، دي حتى ما اديتهاش 24 ساعه راحه من الامتحان. ما انت عارفه والدتك ما تعرفش حاجه في حياتها غير الشغل. يلا خلي شيري تجرب الشغل وتشقى زي ما شقينا. قولي لي انت عملتي ايه في الموضوع اللي كلمتيني فيه؟ اطمن، كل حاجه ماشيه كويس قوي. انا خايف. ما تخافش من حاجه، انا عامله حسابي كويس قوي. اهلا اهلا معالي الوزير، الدار نورت. متشكره جدا، مبروك شغلك الجديد. الله يبارك فيكي. مش ناقصك اي حاجه؟ لا، بس اكيد لو محتاجه لاي حاجه مش هتاخر اني اطلبها من حضرتك ما دامت في مصلحه الاولاد في الدار. ماما فريده. يا حبيبي ازيك؟ محمود وحشني قوي. وانتي كمان يا ماما فريده. يا حبيبي انتوا هتفكوا له الجبس امتى؟ بعد يومين ان شاء الله. عظيم، انا عندي ليك مفاجاه حلوه قوي بعد ما تفك الجبس. مفاجاه ايه دي؟ انت بقى هتيجي تقضي معايا اجازه الصيف كلها، ايه رايك؟ صحيح يا ماما فريده. صحيح يا روح ماما فريده. احنا بنطرد المستثمرين وعايزين نخرب بيوتهم زي ما مكتوب في الجريده دي. واضح يا معالي الوزيره ان ده حوار عباره عن اعلان مدفوع الاجر عامله فريد الشربطلي مخصوص علشان يهاجم حضرتك. وازاي جريده زي دي تنشر له حوار بالشكل ده؟ على العموم دي جريده حزبيه. وافرض مش المفروض يتصلوا بيا ويسمعوا ردي؟ احنا من حق
حقنا ان احنا نرد في نفس الجريده وفي نفس المكان وبنفس المساحه ونقول الحقيقه. ما هو ده اللي فريد الشربطلي عايزه عشان نخش معاه في مهاترات، وانا بقى ما عنديش وقت للحاجات دي. ايه ده يا جابر؟ هي زيزي بدأت تصوير فيلم؟ ايوه. امتى؟ اسبوع. من اسبوع؟ هي مش كان عندها امتحانات الثانويه العامه من اسبوع؟ لا، ما هو هي يا فندم اضطرت انها ما تكملش الامتحانات علشان خاطر الفيلم. وانت ازاي وافقت على حاجه زي دي؟ اصل الفيلم ما كانش ينفع يقف، اصل المنتج حجز استوديو وكلف نفسه مصاريف كتيره قوي، وبعدين العقد يا سياده الوزيره، العقد بيلزم زيزي انها تصور الفيلم في الوقت اللي هم عايزينه. خلاص، هي بنتك وانت حر فيها، اعمل اللي انت عايزه. ايه رأي معاليكي؟ انا مش عارفة اشكرك ازاي. لا، شكرا على واجب معالي الوزيرة، بعد اذن حضرتك. اتفضل. مدير الدار الايتام بره ومعاه محمود. بجد؟